هو فريق الجيش الملكي الدار الكبيره كيف تيتقال، فريق اللي كان اسسه وراء التاسيس ديالو المغفور له الحسن الثاني، وهذا فريق اللي تاسس بظاهر لان المؤسسه العسكريه والاعمال الاجتماعيه كان يعني لابد من هذه العمليه هذه، وكان تاسس والفلسفه اللي تاسس عليها فريق الجيش الملكي ان يكون فريقا ديال المغاربه كلهم، هذا فريق نعم. ولكن كيظهر للاسف ان السنوات الاخيره الجيش الملكي ماشي هو هذاك بالامكانيات ديالو بالمسيرين ديالو يعني والكفاءات اللي عنده والمدرسه ديالو جميع المرافق الصحيه الرياضيه، يعني ما خصو حتى خير هو الا النتائج ماشي هي هذيك. جواد بطبيعه الحال سي ابو الساف، هذا شوفوا هذا 12 كاين واحد العزف على ديال النتائج في فريق الجيش الملكي، وكان مده 12 سنه اللي تجمع الفريق يتخبط بزاف ديال المشاكل. فريق الجيش الملكي كما تنقولوا هو كان فريق زعيم الانديه المغربيه وفريق ديال جميع المغاربه، راه ماشي ديال الناس الرباط لا الناس لا، هو ديال جميع المغاربه تيحبوا جميع المغاربه كما شرتي لي قبل. فهو تاسس ظاهر شريف ديال ظاهر شريف ديال الحسن الثاني الله يرحمه عليه، هو اللي كان اسس فريق الجيش الملكي. الحمد لله الفريق كان عنده واحد كان بصمه كبيره من بكري في الفريق الجيش الملكي، كان عنده بصمه كبيره فهو من فروق السباقه اللي فاز بالالقاب القاريه. وتنشوفوا الاسماء اللي مروا من الفريق، اسماء لا في الستينات ولا السبعينات ولا الثمانينات ولا التسعينات ولا الالفينات الجناس ديالنا حنا، فالحمد لله كانوا لاعبين اللي كانوا كبار وخلوا بصمه كبيره في الكره الوطنيه وخاصه في فريق الجيش الملكي. في السنوات الاخيره شفنا فريق الجيش الملكي، باش نكون معك صريح السي ابو السعد، الفريق الجيش الملكي دابا فالالقاب ديالو فهو كبير بالالقاب ديالو والقاعده الجماهيريه ديالو، هما اللي مخلي الفريق الجيش الملكي دابا بقى كبير. فالمستوى ديال الفريق الجيش الملكي في 12 سنه الاخيره فهذا المستوى فهو فريق عالي، ما بقاش بديك القوه اللي كانت فريق الجيش الملكي. فاللي مخلي الفريق الجيش الملكي دابا باقي ليه ديك الهيبه ديالو القوه فهي القاعده الجماهيريه ديالو والالقاب اللي عنده قبل اللي فازوا بها لاعبين من كاع الاجيال اللي مروا فريق الجيش الملكي، هما اللي خلاو ديك الخزانه ديال فريق الجيش الملكي والقايه الجمهوريه، هما اللي خلاو الفريق يبقى ديما يتكلموا عليه الناس بداك الفريق الكبير. ولكن الا جينا لارض الواقع فالفريق في السنوات الاخيره فهو فريق عادي مقارنه مع الفرق اللي كاينه في البطوله المغربيه دابا، هو الفريق ولا تيبان عادي مقارنه مع الفرق اللي موجوده دابا حاليا في البطوله الوطنيه. نعم غريب لان الفريق الذي يخيف والفريق اللي هو عنده هيبه ديالو فريق اللي هو قوي والفريق اللي عنده مسيرين. السي الايوبي الكولونيل راه يعني ولا المسؤولين ايضا على المؤسسه كامله يعني كيبذلوا واحد الجهد كبير، هذا فريق اللي ولكن للاسف حتى الاستقرار شي عدد المدربين الان اللي بقاو، راه اخر لقب كانت فاز به فريق الجيش الملكي في كاس العرش مع محمد فاخر. نعم وهو مؤسف لانه من محمد فاخر الان مجموعه كبيره ديال المدربين، ولكن يعني الا خدينا هذيك الفتره كلها لحد الساعه كيبان على ان اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا كينتموا لفريق الجيش الملكي على الاقل داروا نتائج جيده مع عبد الرزاق خيري كاين كذلك العزيز، يعني هادو في الوقيته اللي جاوا الفريق داروا معاه نتائج، عاد ذلك باقي المدربين كنظن كان مرور عادي في فريق الجيش الملكي. نعم كيظهر تفضل جواد ودوش. تنشوفوا شفنا حنا التغيير في السنوات الاخيره كان واحد التغيير كثير لا في اللاعبين ولا في الاطقم التقنيه اللي تتمر على فريق الجيش الملكي اللي ما عطاوش واحد البليس، هذا ماشي راجع بلا الاطر التقنيه هما اللي ضعاف. تنشوفوا بلا التسيير لفريق الجيش الملكي حاليا بلا الفشل، ما يمكنش تفشل 10 سنين وانت تفشل وتغطى الفشل ديالك كل مره تبدل المدرب تبدل 12 لاعب وتجيب 20 لاعب بالتغيير ديال المدربين ولا التغيير ديال، فاذا كاين شي حوايج اللي كاينه داخل وسط السونتر سبورتيف هي اللي تخلي تتعرق السير ديال الفريق. نعم جواد ودوش ما يكونش كون كبش فينا يكون ديما هو المدرب يعني سجلتي عدد كبير ديال الاهداف والاهداف متنوعه، كان كينوع في الاهداف بالقدم باليمنى باليسرى بالراس بالطالون ولكن اجمل الاهداف اللي ما عمرك تنساهم انت دابا عندك ثلاثه جوج بنيات وليد، هاد الاهداف راه بحال وليداتك حتى هما. اشنو اجمل الاهداف شي هدف اللي ما نسيتيش وشمتي شي حارس المرمى الله يسامح ليك ويسمح لي ويقول لي طلب منه السماحه اليوم وشمتيه؟ تنظن
من الاهداف اللي بقات راسخه فيا الهدف اللي كان ديال المقابله النهائيه اللي كان ضد خالد فوهامي اللي تنوجه له التحيه دابا هو الاخ ديال الاكبر تنوجه له التحيه من المنبر ديالكم خالد هو ديال المقابله النهائيه ديال ضد الفتح الرباطي اللي كان الهدف دقه 89 دقه 89 فين بعد ما كنا خاسر فريق الشمالك بواحد الزيرو ورجعنا في النتيجه تعادل واحد لواحد. انت جاتك الكره واش بان لك فهامي خارج ولا بان لك ما يمكنش يكون ناعس ولكن غادي يكون مقل ولكن غير ما كيشوفش ولا كيفاش؟ انا كنعرف من الحراس الكبار اللي كاينين الوطنيين والحراس الكبار ديال والمثقفين ايضا داك الشيء واحد ديما تيمدك بالنصائح هو خالد فهامي ملي كيكون حداك تحس به بحال الاخ اكبر ديالك انت تكون لاعب كاع منافس ليه وتتحس به تيهضر معاك مسكين بواحد لونه تيحاول يدوز لك دي ميساج باش ليك في حياتك بزاف الحوايج ولكن هادشي كله مزيان ولكن ملي كان في المرمى سجلتي عليه ما كاينش لا ديك هو ما توقعش دابا خالد طريقة باش ضربت الكرة هو اللي ما توقعش خالد مني واش كان كيقول انت زعما صاحبي خويا ولا والفينال هذاك مستاهل ما في صاحبي وخويا في التروفي في الاخر في الكاس وراك عارف هذاك مستاهل كان هو بالنسبه لي هو الكاس الخامس ديالي مقابله نهائيه اللي لعبت في حياتي مقابله النهائيات الخامسه هذيك اللي فزت بها والحمد لله انا لعبت الخمسه النهائيات فزت بهم بخمسه مع فريق الشمالي الحمد لله فضل الله وفضل اللعابه اللي كانوا معايا ديك الساعه جينيراسيون ديالنا فهم الجينيراسيون اللي كانت معنا في ايام كما تعرف الكل فهي من الجيل اللي لعب فريق الشمالك اللي فاز بزاف ديال الالقاب اكثر جيل اللي فاز بالالقاب هو الجيل اللي كان معايا من 2003 حتى 2009 نعم ما هي رسالتك جواد ودوش الهداف الاسطوري رسالتك يعني لما بغيتي توجه رسالتك واش الشباب قصب التادله ولا الجيش الملكي ولا لما بغيتي توجه رساله اليوم بجوج سابو الساعه كما تعرف جامعه فيام ديال المدينه قصد لي فيام مسقط الراس ديالي فانا نتمنى الخير للفريق هذاك ديال المدينه ديالي وفريق الام نتمنى ان شاء الله يرجع للمستوى اللي كان فيه قبل نتمنى ان شاء الله الدفع الجهود ديال المدينه والناس المسؤولين يغيروا على ذاك الفريق باش ترجع للمستوى اللي كان فيه قبل والمستوى اللي كان تيلعب فيه قبل وبالنسبه للفريق الشمالك سابو الساعه نتمنى الخير ان شاء الله للفريق ديالي بحال جميع الناس المحبين وغيروا على ذاك الفريق والفريق اللي عطانا الشيء الكثير لي هنا كوادوش رغم داك الشيء اللي عطات الفريق ان الفريق تيبقى خير وكبير عليا نتمنى ان شاء الله من المسؤولين ديال هذا الفريق يلتفتوا لذاك القاعده الجماهيريه اللي كاينه عندنا اللي 12 سنه وهي محرومه مسكينه مساكن من الارقام محرومه من نتائج ايجابيه ما شافوهمش بزاف كل سنه نتمنى ان شاء الله يديروا واحد الخطوه يديروا البديلويه ويرجعوا الاوراق ديالهم ويكون كما تيقولوا الشخص المناسب في المكان المناسب لان بغينا نشوف هذه السنوات الاخيره كاين مشاكل كثيره كاين مشاكل كثيره في التسيير كاين بزاف د الحوايج اللي ما راهوش عليها الجماهير ولا كل محب وغيره على فريق الشمالكي كنتمنى من الناس المسؤولين الكبار السيد الجنرال يتدخل ويقرب شويه يقرب السونتر ويعرف المشاكل اللي كاينه في الفريق خاش ما يمكنش كل مره يكون تغيير ديال المدربين وديال اللعابه باش اللعابه واصلا باش الناس اللي تيديروا تدبير داخل فريق الشمالكي تكون عندهم واحد حب اولا تكون حب الفريق نعم من اللاعبين اللي باش يستقطبوا لاعبين اللي كل لاعب اللي يجي الفريق الشمالك يكون عارف القيمه ديال داك القميص اللي غادي يلبس والقيمه ديال الفريق واللاعب والاسماء اللي جازوا من داك الفريق نعم اشنو عطا واش لولي ديالك محمد امين الان غادي يكون هداف حتى هو ولا سابقه اختيارات ليه هو او السهل ما غاديش توجهو انت بطبيعة الحال غادي نوجهو إلا كان هو كان حب كرة القدم إلا كان عنده واحد الميول لكرة القدم غادي نوجهو بطبيعة الحال دابا المشكل في السميات واش غيبقاو السميات تكتبو كاملين ولا لا كلشي ما كاينش محمد أمين ودوش تحية لك السي جواد ودوش وتكون بخير وعلى خير إن شاء الله درتي السبوع ولا باقي؟ درتو البارح مزيان صافي حنا سيدي السبوع مع التباعد ياك هذا السبوع بالتباعد هذا الجروب ديال واتساب صافي يا سيدي اذا ما درتيش جروب ديال كمان درتي ديال واتساب لا تبارك الله عليك على هذه الابتسامه شكرا جواد ودوش ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور